السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم من أبها، من أعلى القمم، خلفي أبها وخميس مشيط، ممكن منطقة كاملة تكون في الأسفل من هنا. سنتحدث هذا اليوم عن موضوع جميل يا جماعة. ما أنتم ملاحظين أن الفرحة بالهدية اختفت؟ يعني يجيك واحد يعطيك هدية، كان زمان يجيك هدية واو جميلة رائعة، راح نحطها في محل جميل ونتذكر كل فترة ونكتب عليها اسمه ونشكره، وكل فترة نطري هذه الهدية. الآن تجيك هدية إرم، تجيك هدية إرم، تجيك هدية، حتى ما تعطي زي ما يسمون شعور بأن ما وصلك شيء جميل. وقس عليها كل شيء. زمان كان واحد حصل يقول لك أمتع المتع عند السابقين، عند والحلم أن يحصل على ماء بارد. الآن تحصل على أكل حنيذ، مندي، كافيار، ألذ ما في الكون، ما يحرك شيء. راح تجي بعد المغرب الحين يفكر وين باكل، إيش باكل اليوم، شيء جديد اللهم إنه. تغيرت الأوضاع 180 درجة، ولذلك يا جماعة يجب علينا وجوبا إذا جتنا هدية أن نتلطف على ما أعطانا ونقول له يعني واو رائع، حتى لو أنت تكون مشاعرك صادقة، حتى لو أنت كذاب عفوا في الكلمة، لكن يجب أن تسعى الطرف الآخر أن ما قدمه في موضع تقدير. وتروا تبادل الهدايا مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، تهادوا حتى لو شيء بسيط، يعني ما هو لازم هدية بمية ألف ولا بخمسين ألف ولا بألف ولا بمية ولا بعشر وردة. تذكرتك بدعوة، أسأل الله لك الجنة وندخلك الجنة بلا حساب، دعوة جميلة، هدية رائعة. أنت ما أخذ شيء، خذ له معك حاجة بسيطة يعني. وهكذا كلما استطعت أن تقدم هدايا للآخرين كلما تمكنت من أنه تصل لقلوب الآخرين، تصل لأسمى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكم تهادوا تحابوا، أفشوا السلامة تحابوا. يعني ديننا دين عظيم قاعد يحثنا على أن نتهادى ونتحاب. اهد من غداك، اهد من عشاك، اهد من ملابسك، اهد من ما تحب، اهد من مزرعتك، اهد من أنت مسافر برا، جيب معك مجموعة هدايا. والله يرحم عجوز مرة كانت تقول الله لا يحيي خاطر ما يبشر. يعني إذا أنت جاي عند ناس وإذا جيت ما يفرحون بك الله لا يحييك. ولذلك رحت عند ناس، رحت عند بزارين، رحت عندنا جدتي الله يرحمها كانت تقول لا يعني ما بتروح عند الناس اللي معها طمع. ما هو الطمع؟ تطمع فيه الأطفال فيها، يعني تجيب لهم بساكيت، تجيب لهم عصيرات، تجيب لهم هدايا، تحببهم فيها. هذا زمان قبل 100-200 سنة كان عندنا الطمع أيام الجوع وأيام كذا، كيف تتطمع الأطفال بها. فبالك الآن كلنا الحمد لله في نعمة ونعيم وخيرات وكل مكتفي، ولا أحد يبغى تتصدق عليه، بل الهدية يبغاها. اهد عشاء، اهد غداء، اهد وجبة، اهد كلمة، اهد صحيفة، اهد كتاب، اهد مجلة، اهد مسبحة، اهد قلم، اهد يعني خلي يكون بينك وبين الآخر وصل رمز محبة، عربون محبة اسمه الهدية.